أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج 10 سكايب، حديث عراقي. في هذه الحلقة ربما سنتحدث عن أكثر من موضوع. الموضوع الأول هو ما يعرف بالحرب الناعمة التي تشنها قوى التي تستخدمها الآن قوى العملية السياسية وأحزابها وحكومتها الجديدة، حكومة مصطفى الكاظمي، ضد المتظاهرين، ضد الشعب العراقي. مثل ما تعرفون، عندما خرجت التظاهرات في 21 أول 2019 العام الماضي، استعملت حكومة عادل عبد المهدي التي اضطرت التظاهرات إلى استقالة ثورة تشرين، جعلتها تستقيل. استخدمت كل هي وميليشياتها وقواها الأمنية، استخدمت كل قواها الخشنة مثل ما يعرف في يعني في الأدبيات السياسية. هناك يستعمل المفردة الحرب الناعمة والحرب الخشنة. استخدموا الحرب الخشنة بكل أساليبها، بالقتل، استخدموا الرصاص الحي، استخدموا القنابل المسيلة للدموع يعني بهدف القتل، استخدموها بالضرب على الرأس وعلى مناطق الصدر، قتلوا الكثيرين. استشهد نحو 1000 شاب من شباب العراق في كل محافظات العراق، في بغداد، في الناصرية، في البصرة، في النجف، في كل المدن العراقية استشهدوا، جرح أكثر من 30,000. استخدموا الميليشيات بالقتل والترويع والخطف، هذه كلها من أساليب الحرب الخشنة واضحة مباشرة. التطويق، الغازات، كلها استخدموها. بعد ذلك استعملوا الدعايات المغرضة، كانوا يعني في نفس الوقت يستخدمون أيضا سلاح الدعايات المغرضة، وهي جزء ربما من الحرب الناعمة، لكنهم استخدموها في نفس الوقت. الدعايات المغرضة، التحريض، اتهام المتظاهرين بأنهم أتباع لقوى خارجية، سموهم بالجواكر وأولاد السفارات، هكذا قالوا عنهم. حاولوا مرة أخرى، ربما الطريقة الثالثة، استخدموا طريقة ركوب الموجة، محاولة ركوب الموجة. استخدموا قوى دخلت إلى ساحات التظاهر وحاولت ركوب الموجة وحاولت تسييد ساحات التظاهر. وخير مثال على ذلك القوى التابعة للتيار الصدري، حاولت بكل جهدها بتوجيهات من مقتدى الصدر الذي عاد من إيران في ذلك الوقت لكي يتسيد الساحة وينهي التظاهرات بطريقة أو بأخرى، أو يجيرها لصالحه ويعمل تظاهرات تتناسب مع التظاهرات التي كان يقودها في السابق، والتي تبغي إلى زيادة مساحة سيطرته وزيادة شعبيته في الشارع، لكنهم فشلوا. استخدموا أسلوبا آخر، جزء هو من الحرب الناعمة، الحرب القشنة. عندما فشلوا استعملوا القوة، استعملوا أصحاب القبعات الزرق في بغداد، اعتدوا على المتظاهرين بشكل واضح، وفي المطعم التركي، بناية المطعم التركي، قتلوا الكثيرين، جرحوا الكثيرين. في النجف استخدموا الرصاص الحي والقتل. هكذا كل هذه الأساليب استخدمت ضد المتظاهرين. اليوم يستعملون القوى الناعمة، يتحدثون عن أن مصطفى الكاظمي هذا الذي وضعوه رئيس للوزراء هو جزء من هذه المنظومة، هو يوحون للآخرين. وهناك الكثير من المطبلين مع الأسف يعني يطبلون المنجزات لأحاديثه، لتصرفاته، للقاءاته. أحدهم يعني يوم أمس كان يدعو الكاظمي لإرسال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الساعدي وما يعرف بوزير الشباب عدنان درجال إلى ساحة التظاهر، إلى المتظاهرين، إلى ساحة التظاهر، لأنه كما يدعي هو ويدعون كثير من أمثال بأنهم يعني أصحاب علاقة بمطالب المتظاهرين، وهؤلاء جاءوا من رحم التظاهرات، وكأن المتظاهرين الذين قدموا أكثر من 1000 شهيد وقدموا كل هذه التضحيات، 30,000 جريح ومختطفين ومغيبين، خرجوا في تظاهرتهم من أجل أن يأتوا بعدنان درجال ويعيدوا الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب. هذه يعني ركوب موجة التظاهرات والقضاء عليها وتفتيتها على أساس أن الدولة قد استجابت أو الحكومة قد استجابت لهم لكي تبقى العملية السياسية على ما هي عليه. القضية الأخرى المهمة التي أريد أن أحدثكم بها هي قضية كورونا.
فيروس كورونا. الآن الأحاديث كثيرة تتحدث عن وصول العراق إلى مرحلة خطرة جدا وحقيقية. يعني منذ ظهور كورونا كل الدول في العالم عندما استشعرت وصلت الأنباء عن خطورة هذا الفيروس بدأت يعني تضع ضوابط شديدة جدا للتخلص منه أو لمواجهة هذا الفيروس. إلا في العراق، العراق 1200 كيلومتر حدودها مع إيران، إيران اعتبرت واحدة من البؤر الرئيسية لفيروس كورونا، البؤر الرئيسية في الصين أساسا وفي إيران وفي إيطاليا. 1200 كيلومتر ظلت مفتوحة والمنافذ الحدودية مفتوحة، حتى أن المواطنين في البصرة وفي ديالى ذهبوا إلى الحدود لإغلاق المنافذ هذه الحدودية للتخلص من هذه الكارثة، ورغم المناشدات ورغم حتى الأمم المتحدة ربما ناشدتهم بإغلاقها لكن لم يستجيبوا. لحد الآن هي مفتوحة، يدعون أنهم سيفتحونها قريبا لكن هي مفتوحة، ومن يتحكم بها هي الميليشيات التابعة لإيران، ولا يهمهم المواطن العراقي إن مات وإن عاش، هذه الحقيقة. لكن فيما يخص كورونا بالذات، أقرأ خبرا يعني وزارة الصحة وسمى خلية الأزمة تصدر يوميا تقريرا تقول، يعني يوم غد يوم أمس قالت أنه أجرت لحد الآن منذ بداية كورونا لحد الآن 136,640 فحص. أعيد مرة أخرى الرقم، 136,640 فحص من بداية كورونا لحد الآن من 3 أشهر، بمعنى أنه عدد المفحوصين في العراق بالضبط 0.03% من مجموع سكان العراق، مثل ما تقول وزارة التخطيط أن نفوس العراق 40 مليون. فبالتالي يعني الذين تعرضوا للفحص أو الذين فحصناهم لكي نتأكد من وجود الكورونا فيهم أو لا يساوون 0.3% من 100. هكذا أريد أن أترجمها، يعني كل شخص 0.3% من 100، من نسبة 100 شخص. فلاحظوا يعني عدد المفحوصين في الدول الآن يوميا يفحصون 50,000 و40,000 و30,000 حالة. نحن نفحص في العراق لحد الآن قمنا بفحص 136,640 في كل المختبرات التي يقولون أنها متخصصة بهذه القضية. الفقراء، الكسبة، النازحين، هؤلاء من سيدفعون الثمن. يعني وزارة التخطيط تحدثت عن أنه الذين قدموا للمنحة 30,000 دينار اللي تساوي هي 26 دولار بالشهر الواحد خصصتها الحكومة، اللي تقدموا لها 2,758,000 أسرة، بمعنى عددهم 13,017,339 فردا. هذه أرقام وزارة التخطيط ليس من عندي. فبالتالي إذا 13 مليون، أكثر من 13 مليون ونص مواطن عراقي يحتاجون إلى 30,000 اللي تساوي 26 دولار بالشهر لكي يستطيعوا أن يمضوا يومهم، يستطيعوا أن يأتوا بخبزة لأطفالهم. هذه حالة مزرية جدا. لذلك منع التجوال غيره ضربه، يعني كسر من الناس، لأن الناس كسبوا ويحتاجون إلى طعام ويحتاجون إلى قوت يومهم، فلذلك لا أحد يعوضهم، لا أحد يعطيهم يوزع عليهم مساعدات غذائية، بطاقة تموينية قد انتهت. فبالتالي نحن أمام بؤرة كورونا قاتلة، لا أحد يجبر العراقيين يعني ويحفظهم إلا الله سبحانه وتعالى. أشكركم، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.